مرحبا، لقد سمعت عن مرض السل، لكن هل تعلم ما هو السل الكامل؟ يعاني ربع سكان العالم من السل الكامل. لا تفزع من ذلك، يعني السل الكامل أن بكتيريا السل الموجودة في جسمك خاملة، ولأنها لا تسبب في توعكك فلا يمكنك إدراك إصابتك بها دون الخضوع للفحص. لا يمكنك نقل مرض السل الكامل إلى الآخرين، ولكن عليك ألا تطمئن تماما، فسوف يتعرض واحد من كل 10 أشخاص مصابين بالسل الكامل للتوعك لاحقا عندما تنشط البكتيريا، وحينئذ يطلق عليه السل النشط. وليس هناك أي طريقة لمعرفة أي المصابين بالسل الكامل سيحدث معه ذلك. وبالرغم من هذا فهناك حل، يمكنك الخضوع لفحص السل الكامل وتلقي العلاج الخاص به، إذ يتاح الفحص والعلاج مجانا وبشكل بسيط. وبصفة خاصة يتعين عليك زيارة الطبيب للخضوع لفحص بسيط مجاني إذا كنت قد قدمت إلى المملكة المتحدة من بلد فيه الكثير من حالات الإصابة بمرض السل. عندما تكون بكتيريا السل الكامنة الموجودة في جسمك خاملة فلن تشعر بالتوعك حينئذ، ولكن عندما تتحول بكتيريا السل إلى الحالة النشطة فسوف تبدأ في الشعور بالتوعك حينئذ. سوف يعاني الأشخاص المصابين بالسل النشط من الأعراض، وتشمل هذه الأعراض السعال والحمى والتعرق في الليل كثيرا لدرجة الاضطرار إلى تغيير الغطاء. وتشمل الأعراض أيضا فقدان الوزن المفاجئ لأسباب لا يمكنك تفسيرها، وفقدان الشهية والإرهاق. ومع ذلك فليس هناك طريقة لمعرفة فيما إذا كنت مصابا بالسل الكامل دون الخضوع للفحص. لا يزال بإمكانك الحصول على لقاح BCG حتى وإن كنت قد حصلت عليه من قبل، ولا يزال بإمكانك أيضا الخضوع لفحص السل النشط حتى وإن كنت قد خضعت له من قبل، ولا يمكن للأشعة السينية على الصدر كشف الإصابة بالسل الكامل. وكذلك لا يزال بإمكانك الحصول على اللقاح حتى وإن كنت لا تتذكر ما إذا كنت قد تواجدت بصحبة شخص مصاب بالسل النشط أو عدمه. ولكن سيصبح الأمر على ما يرام. الخضوع لفحص السل الكامل أمر بسيط للغاية، حيث يتم من خلال فحص الدم أو فحص الجلد فقط، ويتم إتاحة هذا الفحص بالمجان تماما، ويمكن إجراؤه من قبل طبيبك العام. وحتى لو كنت حاملا يظل خضوعك للفحص أمرا ضروريا، فلا يسبب الفحص أي ضرر للأمهات أو أطفالهن. نتائج الفحص سرية، ويتعين عليك زيارة الطبيب لإجراء فحص بسيط مجاني إذا كنت قد قدمت إلى المملكة المتحدة من بلد فيه الكثير من حالات الإصابة بمرض السل.